دكتور إيهاب مساء الخير، لماذا التقدم بطلب الإحاطة والأمور لم تحسم حتى الآن؟ تحت أمرك مصطفى بيه معاك. تفضل يا فندم. طلب الإحاطة. أيوة فندم، احنا أنا قدمت أكثر من طلب إحاطة بشأن يعني نتيجة الثانوية العامة، لأنه طبعا احنا فوجئنا أن طبعا النتائج على غير المتوقع، ومش احنا يعني كنواب لكن احنا كأسر طلبة موجودين امتحنوا، وكان كل طالب وكان كل أسرة متوقعة ان الابن هيكون او الابنة هيكون يعني على قدر من المستوى، وتفاجأ ان المستوى بالفعل يعني على غير متوقع. فطبعا احنا كنواب شعب لابد ان يكون لنا تحرك مع الشعب. الشعب دلوقتي متشكك في تلك النتائج، احنا شايفينه. فطبعا احنا طالبنا بأمر معين. اللي احنا طلبنا بيه انه اولا في احوال التظلمات، احنا فوجئنا انه طبعا عدد التظلمات كبير جدا. اول يومين كان 225 الف تظلم. طبعا هذا ده اول يومين، يعني الوزارة اعلنت النهارده وصل 300 الف. طيب نظام التظلم بقى، علشان احنا في امر ومبدأ مهم جدا لابد ان نحققه حتى يرتاح يعني الشعب وترتاح كل الأسر لهؤلاء الطلبة. النظام اللي احنا محتاجينه ايه؟ ان الطالب يطلع على ورقة الإجابة، دي اول امر مهم جدا عشان يرتاح كل يعني أسرة ترتاح في شأن النتيجة. وده طلب اعتقد انه طلب مقبول وشرعي. ومفيش تجاوز ان الطالب يطلع على ورقة الإجابة. علشان فندم احنا في مبدأ مهم جدا، وهو أن قبل أن تحقق عدلا لابد أن تشعرني بالعدل. ده أمر مهم جدا، أنه يجب الجميع يشعر بالعدل. طيب إحنا مش عاوزين يكون في تشكك سواء في مستوى الطالب أو سواء في نتيجة الامتحان بصفة عامة. الأمر المهم أنه وزارة التربية والتعليم ممكن أن هي تبعت صورة ورقة الإجابة للطالب على التابلت. ممكن الطالب يحضر في اللجنة المشكلة لفحص الأوراق مثلا ويطلع على ورقة الإجابة. المشكلة أن الوزارة قالت لا، مش هيتم الاطلاع على ورقة الإجابة، وأن وده تصحيح كمبيوتر. ماشي أوكي، ممكن يكون تصحيح كمبيوتر وممكن نتيجة فعلا تكون صح وأن الكمبيوتر ما بيخطأش، لكن إحنا عاوزين نريح الأسر، عاوزين نريح الناس، وده المهم في الموضوع. الطالب لما يشوف ورقة إجابته ويعرف أو ولي أمر الطالب لما يشوف ورقة إجابة ابنه ويعرف إنه ابنه مش مجاوب على الامتحان، أو ابنه بالفعل أخطأ، أو ابنه مستواه لا يرقى إلى مستوى الامتحان، أعتقد إنه ده جزء كبير من حل المشكلة اللي احنا فيها. من المؤكد دكتور إيهاب رمزي مقدم طلب الأحاطة، شكرا جزيلا لك، ودي الحقيقة.